مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى لقاء جديد من أحداث وأصداء. أعلن عبد الفتاح السيسي استعداده رعاية مفاوضات جديدة لتوحيد الفصائل الفلسطينية قصد تحقيق مصالحة حقيقية وسريعة بين التيارات على الساحة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة توحد الفصائل الفلسطينية. تأتي هذه المبادرة في وقت تعيش فيه مصر أوضاعا اقتصادية وسياسية وحقوقية متدهورة. في تقرير صادر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحصت فيه التنسيقية أكثر من 1800 حالة اختطاف لمواطنين خلال عام 2015 من جانب الأجهزة الأمنية، بينما بلغ عدد المختطفين في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 العام الحالي أكثر من 550 حالة اختطاف. ووفقا للتقرير فإن أسباب اختطافهم تتعلق بانتماءات المختطفين سياسيا والمناهضة للنظام الحاكم. قضائيا، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، أحالتها إلى المفتي تمهيدا لإصدار الأحكام. من بين هؤلاء المتهمين أربعة صحفيين. لنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور أحمد عامر، رئيس مؤسسة تاور بريدج للعلاقات الدولية والاستشارات. مرحبا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا، حياكم. أهلا وسهلا. في البداية لو يعني أخذ منك تعليق حول دعوة عبد الفتاح السيسي للفصائل الفلسطينية إلى التوحد وضرورة توحد هذه الفصائل. ابتداء تحياتي لمشاهدي قناة المغاربية وجمهورها العريض من حول العالم، بعد أن نحيي الصمود المصريين على الأرض صراحة وصمود إخواننا في فلسطين، الصمود القوي برغم حصار من داخل مصر وحصار من داخل الكيان الصهيوني أيضا. عبد الفتاح السيسي ليس عنده خيار آخر، والخيار الذي يتجرعه عبد الفتاح السيسي تجرع السم، يأتيه مباشرة من قبل المخابرات المصرية التي تقول له ليس أمامنا إلا ورقة واحدة، تركيا تتعامل مع الملف الفلسطيني من خلال الفلسطينيين ومن خلال الكيان المحتل، والعلاقات التركية الإسرائيلية بدأت تتحرك لحد كبير لتجاوز قضية أسطول الحرية مرمرة، لقضية دخول تركيا إلى غزة، لقضية مطار أم ميناء وإشراف تركيا وإدخال مساعدات تركية. فإذا مصر ترى أن القضية الفلسطينية بتخرج من يدها، إما لتركيا من جانب وإما لقطر التي عقدت عدة لقاءات لقيادات فلسطينية مختلفة من أغلب المكونات الفلسطينية. فإذا مصر الدولة التي تحمل الملف الفلسطيني منذ النكبة إلى الآن 100 سنة، مصر بتفقد هذا الملف. عبد الفتاح السيسي دفع بقوة لفترة طويلة أن يكون محمد دحلان ومحمد دحلان فقط، لكن القضية أكبر من عبد الفتاح السيسي، القضية أكبر من محمد دحلان حتى في هذه المرحلة. القضية في حسابات كثيرة، لابد إرضاء مكونات كثيرة أيضا داخل منظمة التحرير الفلسطينية وداخل مكونات فلسطينية أخرى وأيضا حماس. فأصبح هو مضطر أن يتعامل مع الجميع. لكن من هو المسؤول عن خروج إذا قلنا القضية الفلسطينية، ملف هذه القضية من أيدي مصر؟ ألا يسأل عنه هذا النظام الذي حاصر مصر، يعني حاصر غزة، حاصر فلسطين، أغلق معبر رفح، اتخذ موقف من حركة حماس بالأحكام التي صدرت ضد الحركة وتصنيفها كمنظمة إرهابية؟ هذا سؤال وجيه جدا وهام جدا. في كل تاريخ مصر لم يسيء نظام يحكم في مصر ولا إعلام مصري لفلسطين وللقضية الفلسطينية ولأشقائنا في فلسطين وللأشقاء في غزة وفي رفح التي هي نصفها مصري ونصفها فلسطيني منذ تقسيم سايكس بيكو، مزق رفح المصرية الفلسطينية. لم يحدث في التاريخ إساءة كما يحدث الآن.
الواقع الفعلي أن منذ انقلاب 3/7 للآن، ومن قبل الانقلاب أيضا، كان الإعلام يصب غضبه الشديد على كل ما هو فلسطيني، وأريد أقول كل ما هو فلسطيني، ليس كل ما هو حماس أو حركة المقاومة الإسلامية حماس، كل ما هو فلسطيني عدو والكيان الصهيوني صديق وجيران. وكما قال عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم، على القيادة الإسرائيلية أن تذيع هذا الخطاب مرة ومرتين في التلفزيون والإعلام الإسرائيلي حتى يسمعه الشعب الإسرائيلي. أنا أقول هذا الصهيوني الذي جاء بهذه المؤامرات كلها حتى يجعل فلسطين عدوا، كل فلسطين عدو، قضية الأنفاق برغم ما فعل حسني مبارك في الفترة الكئيبة التي حكم فيها، لم يغرق الأنفاق كلها بمياه المجاري بهذه الطريقة، لم يحارب أهلنا في غزة بهذه الطريقة، لم يغلق المعبر كل هذه الفترة الطويلة ويموت الغزاوية وغيرهم من فلسطينيين على المعبر بهذه الطريقة. أنا أقول فعلا هو ذبح الفلسطينيين، يريد أن يذبح القضية الفلسطينية، ولكن ما استطاع أن يصل لما يريد على الإطلاق. وأيضا أنا أشكر القيادة الفلسطينية، كانت في غزة أو في الضفة، القيادة الفلسطينية التي استطاعت أن تقبض على الجمر وتهدأ ولا تتماشى مع الإعلام المصري الصارخ الذي يتهمهم ليل نهار في غزة، ويتهم حركة المقاومة الإسلامية، ويتهم الفلسطينيين جميعا، بل استطاعوا أن يمتصوا هذه الغضبة، وألا يردوا غضبة بغضبة، وألا يسيروا في هذا السجال الذي لا معنى له. كانوا حريصين ويعلموا أن مصر بعد استراتيجي لهم، أيا كان يحكم مجموعة انقلابية جاءت وسترحل، كما جاء غيرها من حكومات ورحلت. طيب، فهم يريدوا يتعاملوا مع مصر كمصر. جميل. انضم إلي عبر الهاتف الكاتب الصحفي فؤاد توني، تحدث معنا من القاهرة. سيد فؤاد توني، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيد فؤاد توني. يعني لو سألتك أولا عن هذا الخطاب أو الكلمة التي تحدث فيها عبد الفتاح السيسي عن القضية الفلسطينية وعن المبادرة التي تقدم بها لتوحيد الفصائل، هل شعر فعلا نظام عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية خرجت من يده إلى جهات أخرى؟ أشار ضيفي هنا إلى تركيا، إلى قطر، ويحاول الآن إعادتها إلى الحضن المصري. في واقع الأمر القضية الفلسطينية حاضرة في الخطاب السياسي المصري. مصر لا تدخر وسعا في حل القضية الفلسطينية. الرئيس محمود عباس أبو مازن كان موجودا في مصر قبل أسبوع والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرت مشاورات بشأن كيفية تحريك عملية السلام من جديد، عودة للمبادرة العربية، المبادرة الفرنسية. هذه الأطروحات التي تهدف إلى تحريك هذه القضية من جديد. أما ما يقال بشأن قطر وتركيا، معروف قطر وتركيا تعمل لصالح من؟ لصالح يعني من هي قطر ومن هي تركيا التي يتحدث الضيف أنها هي التي تريد أن تحل القضية الفلسطينية؟ هذه الدول معروف توجهاتها، معروف أنها تابعة للإدارة الأمريكية وتخدم المصالح الصهيونية في المنطقة، وبالتالي لا تستطيع أن يعني قطر وتركيا تحركت سياسيا واقتصاديا سيد فؤاد التوني في القضية الفلسطينية. رأينا المحاولات التركية لفك الحصار عن غزة، تفاهمات لحل مشكلة الكهرباء للميناء. لا، هذا غير صحيح. تركيا تريد أن تخضع غزة لأهداف معينة وبمباركة إسرائيلية صهيونية ومباركة أمريكية. أنت تعرف أن تركيا تدعم الإرهاب في سوريا وتدعم الحركات الإرهابية مثل تنظيم داعش، وتعلم جيدا أنها تمد المعارضة التي تتهم بالإرهاب مثل جبهة النصرة وغيرها من الفصائل المحاربة في سوريا بالسلاح، وتسهل على داعش بيع النفط المصروخ وتأخذ هذا النفط عبر الحدود السورية ولها وتبيعه في الأسواق الآسيوية. أنت تعرف هذه لا نريد أن نزايد على الموقف المصري. هذا الضيف الذي يتحدث
يتحدث بأي شكل، يعني لا يستطيع أن يقدم أدلة على أن هناك تراجع في الدور المصري. الدور المصري واضح جدا في هذه القضية. خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم طرح رؤية جديدة، رؤية للحل، هو يريد أن يحرك هذا الملف. الرئيس محمود عباس يقدر هذا الجهد. حركة المقاومة الإسلامية حماس التي يتحدث عنها هذه حركة مسلحة تابعة للمؤامرة الصهيونية الكبرى للإخوان المسلمين، وبالتالي لماذا إذن تتواصل معها مصر سيد توني؟ نعم، لماذا تتواصل معها المخابرات المصرية وتعقد معها الاتفاقات؟ ايوه نعم، تتواصل مصر مع المعتدلين في هذه الحركة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني. لصالح من الانقسام الفلسطيني الحاصل حاليا؟ المستفيد الوحيد من الانقسام الفلسطيني هي إسرائيل، وبالتالي تركيا وقطر تلعب في هذا الاتجاه. طيب، وضحت الصورة سيد فؤاد توني. أعود إليك دكتور أحمد عامر فقط يعني لحق الرد، لماذا المزايدة على مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ والله شيء مضحك، وكأننا نحن نتعامل مع قنوات الانقلاب ونوجه خطاب لمن لا يعرف العالم هذا كيف يعيش. للأسف الشديد رجل جاء بانقلاب عسكري صهيوني من إدارة صهيونية، هو نفسه قال، هو والبردعي كلاهما قال نحن كنا ننسق مع الكيان الإسرائيلي قبل الانقلاب، وذهب البردعي قال للكيان الإسرائيلي وإسرائيل قالت لهم سنحمي الحدود وما إلى ذلك. من الصهيوني؟ الصهيوني الذي جاء بقرارات من الكيان الصهيوني ليحكم مصر، الصهيوني الذي أغرق الأنفاق وأغلق الحدود وأغلق معبر رفح حتى يموت الغزاوية من المرض ومن الجوع ولا يستطيع أن يتحركوا حول العالم، يموت على الحدود. هذا هو الصهيوني الذي جاء. طبعا يوجد فرق كبير بين هذا الصهيوني وإدارته التي تحكم، ويوجد فرق بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. نحن شعب واحد، نحن في مصر منذ ولدنا يدرسوننا شيء اسمه قومية ووطنية، وأن هذه صهيونية ومؤامرة صهيونية عالمية تعمل كذا وكذا ضد القضية. أما عندما مصر تتخلى عن دورها الريادي والتاريخي للشعب الفلسطيني ولقضية فلسطين، لا نلوم تركيا. تركيا لا تدعم الإرهاب بالمناسبة، الذي يدعم الإرهاب هذا الصهيوني الذي جلس على المقعد في القاهرة عبد الفتاح السيسي، الذي صواريخه جاءت من مصانع مصرية لتضرب الشعب السوري وصورها الشعب السوري، والعالم يدرك ذلك جيد جدا. بشار الأسد يستلم الصواريخ من عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح السيسي قاتل للشعب السوري كما أن بشار قاتل للشعب السوري. إذن ليس أردوغان وليس تركيا هم الصهيونية العالمية، الصهيونية العالمية هي عبد الفتاح السيسي وعصابة عبد الفتاح السيسي. ستبقى القضية الفلسطينية يا سيد الفاضل، وستنتصر فلسطين برغم كل مؤامرات عبد الفتاح السيسي وعصابته. طيب، إذن تبقى القضية الفلسطينية. انضم إلينا في الحوار أيضا دكتور خليفة خورشيد الناشط السياسي المصري، يتحدث معنا من لندن. دكتور خليفة مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. برأيك هل تنجح هذه المبادرة الآن التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي لتوحيد الفصائل الفلسطينية؟ هل تلعب الدور مصر دورها التاريخي وتحقق هذه المصالحة برأيك باختصار لو سمحت؟ طبعا وضع مصر ودور مصر في القضية الفلسطينية دور تاريخي ودور هام ودور يعني حيوي واستراتيجي. نعم. لأسباب عديدة لا نحتاج لذكرها أو سردها، دي أمر واقع إنه دور مصر دور أساسي وهام جدا. يعني مصر هي الجار الأول لفلسطين تاريخيا، ارتباط مصر بفلسطين، مصر وفلسطين كانوا تقريبا هي يعني إنها دولة واحدة من قبل، والآن أي تسوية أو أي إصلاح أو أي حل للمشكلة الفلسطينية سواء في الداخل ما بين الفلسطينيين أنفسهم أو ما بين الفلسطينيين وإسرائيل لابد أن يكون لمصر دور. ولكن نأتي للسؤال، ما هو الدور الذي تقوم به مصر أو تلعبه مصر؟ مصر إذا كانت المفروض تقوم بالدور اللي هو دور يحقق العدالة، دور يحقق الأمان لأهل فلسطين والأهل غزة، دور يحقق حقوق الإنسان. لو رجعنا بس بالأمور إلى القواعد الأساسية، الحقوق الأساسية لأي شعب وأي مواطن وأي دولة أيا كانت اسمها وأيا كانت الديانة وأيا كان الانتماء، نعم، يعني نحقق حقوق الإنسان،
هذه الشعارات اللي يتشدق بها الأمم المتحدة وفي أمريكا وفي الكونغرس وفي الدول أوروبا، حقوق الإنسان، المساواة، الحرية، العدالة، الديمقراطية، أين نحن من كل هذه الأشياء؟ انظر يا أخي إلى مستوى المعيشة للمواطن الإسرائيلي اللي هو يعيش على أرض فلسطين، وجاره الفلسطيني الذي يعيش على نفس الأرض. انظر إلى مستوى المعيشة المقارنة بينهم، انظر إلى مستوى الدمار والكآبة التي يعيش فيها الفلسطينيون، وانظر إلى مستوى الرغد والرفاهية التي يعيش فيها جيرانهم من الإسرائيليين. إسرائيل تتلقى دعم من أمريكا عشرات المليارات، ودعم عسكري وسياسي واقتصادي، والفلسطينيين يعني ما يجدوا حتى شربة مياه نظيفة، ما يجدوا حتى كهرباء، ما يجدوا مدارس، ما يجدوا يعني الحقوق الأساسية للإنسان. فحتى إذا تحدثنا عن هذا الواقع، فين دور مصر اللي هي تحقق يعني شيء من العدالة؟ طيب، شيء من العدالة نحو هذا الشعب المغلوب، المظلوم، المكفور، المطرود من أرضه. طيب، وضحت الصورة. ابقى معي دكتور خليفة. أعود إليك سيد فؤاد التوني، يعني فيما يتعلق بالصحفيين المصريين والصحافة المصرية ونقابة الصحفيين، يعني بعد ما زال الصحفيون يعتصمون للأسبوع الثالث على التوالي إلى الآن، لكن يعني السؤال، هل نجح النظام المصري الآن في شق موقف الصحفيين فيما يتعلق بالموقف من وزارة الداخلية؟ في واقع الأمر أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية الآن أصبحت في يد القضاء، يعني تصريحات الداخلية اليوم أن الأزمة، أن القضية أصبحت في يد القضاء، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يتدخل لحين يقول القضاء كلمته. اليوم أو أمس صدر قانون الإعلام الموحد في مصر الذي يقضي بحل المجلس الأعلى للصحافة وتشكيل هيئة وطنية لتنظيم الإعلام في مصر. أحيل القانون لمجلس الدولة بالفعل لمراجعة صياغته النهائية تمهيدا لإرساله بعد ذلك لمجلس النواب لإقراره. هذا القانون ربما يمثل بارقة أمل في مسألة حرية الإعلام في مصر. يتضمن القانون حوالي 227 مادة موزعة على 8 أبواب تنظم حرية الصحافة، تحدد حقوق الصحفيين والإعلاميين وملكية المؤسسات الصحفية والفرق بين الملكية والتمويل. وبالتالي هذا القانون الذي أقرته الحكومة سيعود إلى الجماعة الصحفية لإدخال التعديلات عليه أولا قبل إقراره من مجلس النواب. أعتقد هذه تمثل بارقة أمل جديدة في حل الأزمة، وإن كانت ليست هناك علاقة مباشرة بين هذا القانون وبين أزمة نقابة الصحفيين التي لم تحل حتى الآن رغم تشكيل لجان لمتابعة هذا الأمر. يعني النقابة كان لها مطالب عديدة، يعني 18 مطلب كان على رأسها إقالة وزير الداخلية، يعني ما هو الارتباط بين هذا القانون وهذه المطالب سيد فؤاد؟ لا، هذا القانون ليس له علاقة بمطالب نقابة الصحفيين. نقابة الصحفيين كانت لها مطالب معينة أبرزها إقالة وزير الداخلية واعتذار الداخلية عما حدث من انتهاك لحرمة نقابة الصحفيين. هناك بيانات صدرت من النائب العام، وبيانات صدرت من نقابة الصحفيين، وبيانات صدرت من وزارة الداخلية، لكن كل هذه البيانات اختفت في زخم الاحتجاجات وفي زخم التضارب في المواقف. الجماعة الصحفية اجتمعت في الأهرام وقررت أن توكل الأمر لأهل الاختصاص، وتشكلت بالفعل لجنة من شيوخ الصحفيين لحل هذه المعضلة، لكن تمسك كل طرف موقفه حال دون تحقيق انفراجة في هذه الأزمة، وبالتالي أصبح الموضوع الآن في يد القضاء. المسألة ليست مسألة اعتذار وزير الداخلية. وزير الداخلية يعتبر نفسه جهة تنفيذية، قرار إلقاء القبض على صحفي كان في النقابة وآخر لم يكن عضوا في النقابة حتى، يعني كان يعني غير دارس للصحافة بالمرة، هو محمود السقا. طيب، كانت من النيابة العامة، وبالتالي الداخلية جهة تنفيذ، يعني ما عليها إلا أن نفذت الأمر، وأن كانت هناك بعض الاحتجاجات على انتهاك حرمة النقابة لأن ده يخالف قانون النقابة بضرورة
مراجعة النقيض قبل إلقاء القبض على أي وضحت صحفي. وضحت الصورة سيد فؤاد، ابقى معي إذا سمحت. أعود إليك دكتور أحمد عامر، يعني كان الموقف واضحا بالنسبة لنقابة الصحفيين، المطالب واضحة، رأينا اتحاد لمجموعة من الصحف المصرية فيما يتعلق بموقفها من وزير الداخلية، ما الذي حصل؟ يعني هل نجح النظام فعلا في اختراق هذا الصف وشق جماعة الصحفيين؟ للأسف الشديد نجح النظام، للأسف الشديد. طبعا الاعتذار كان مطلوب ليس من وزير الداخلية، الاعتذار كان مطلوب من الرئاسة، والصحفيين في داخل النقابة مجتمعين طلبوا اعتذار عبد الفتاح السيسي للصحفيين. أما الذي كان مطلوب من الداخلية هو استقالة وزير الداخلية أو إقالة وزير الداخلية الذي هو خرج نيجاتيف أو الصورة السوداء، وطالبوا بإقالة هذا الوزير واعتذار جميع الصحف ربما المصرية بالضبط. ولكن طبعا نحن ندرك أن الانقلاب والأيادي التي تحكم مصر في هذه المرحلة، الأدرع الانقلاب التي تكلم عنها عبد الفتاح السيسي حتى قبل الانقلاب، هذه الأدرع من خلال الإعلام، من خلال القضاء، من خلال الداخلية، من خلال جهات أخرى طبعا مخابراتية وما إلى ذلك، استطاعوا أن يصلوا إلى أفراد ومكونات كثيرة داخل المكون الإعلامي في مصر، ولهم أيادي كثيرة وأدرع كثيرة تحدث عنها عبد الفتاح السيسي نفسه قبل الانقلاب. أنا أقول المعركة لازالت مستمرة، وأنا أتمنى أن يكون في أن يستطيع الكثير من الصحفيين الشرفاء والإعلاميين الشرفاء، وهم كثير في مصر، ليس بالضرورة أن نتكلم على مجموعة وقفت مع الدم ومع القتل ومع التنكيل ومع مجازر ربعة والنهضة ومع تدمير سيناء وأهل سيناء وقتل الأبرياء في سيناء وتدمير المساجد والكنائس وقتل المسلمين في محمد محمود وقتل المسيحيين في مسبيرو. أنا أقول هؤلاء خلنا على جنب، لكن أقول يوجد أيضا إعلاميين محترمين، يوجد صحفيين محترمين، ولازال الأمل كبير أن نقف صف واحد أو يقف الصحفيين صف واحد ضد المؤامرة التي يحاول النظام أن يدمر فيها وقفة الصحفيين واتحاد القوى الصحفية. عند البداية في الاعتصام كان صورة جيدة أننا وجدنا مجموعات مختلفة من اتجاهات فكرية مختلفة تقف صف واحد فعلا لتستطيع أن تكسر هذا الحاجز، حاجز أمن الدولة وحاجز المخابرات وحاجز الذي يفرض عليها وزير الداخلية والتنكيل بالصحفيين. ورأينا صحفيات وصحفيين ليسوا إسلاميين على الإطلاق، عندما تضرب هذه الصحفية غير محجبة وغير إسلامية وتهان أمام زوجها وأمام أهلها هي وغيرها، فهذا هو الواقع. إلى أين يمكن أن تصل الأزمة ما بين النقابة وما بين الوزارة؟ الآن النقابة انقسمت، يعني الجمعية العمومية هل ستحقق مطالب الصحفيين أم أنها ستخضع للضغوط؟ هذا سؤال وجيه جدا. كنا نتمنى أن يقف الصحفيين صف واحد، ولكن وزارة الداخلية أو الانقلاب استطاع أن يلعب فعلا لعبة غير محترمة. طبعا هو لعب هذه اللعبة كثيرا مع حزب الوفد قبل ذلك وشقه إلى قسمين، وأحزاب كثيرة في تاريخ مصر يعني، والحزب الوطني وغيره، فهذه العوبة دائما يلعبها هذا النظام، يعني يشق هذا الصف ويدق ويشق ذاك الصف، كما لعب أيضا مع قوى الثورة المصرية بعد 25 يناير للأسف الشديد، فمزق كثيرا قوى الثورة المصرية، وللآن نحن نعاني من شرذمات يضعها النظام. نتمنى أن الصحفيين يتجاوزوا المرحلة، ولكن القضية صعبة، نسأل طيب. الله لهم التوفيق. انضم إلينا عبر الهاتف أيضا السيد ياسر عبد الرافع، العضو السابق بمجلس الشعب المصري. سيد عبد الرافع مرحبا بك. اهلا بك استاذ احمد، اهلا بالاستاذ عبد العربي والاستاذ احمد عامر. اهلا وسهلا استاذ ياسر. يعني فيما يتعلق ايضا بالصحافه، كان لافتا صدور احكام او احاله اوراق مجموعه من المتهمين، سته متهمين، الى المفتي تمهيدا لاصدار الاحكام، احكام الاعدام عليهم. اربعه من هؤلاء المتهمين كانوا من الصحفيين، يعني في سابقة ربما لأول مرة في العالم أن يحاكم صحفيين وأن يتم التمهيد لإصدار أحكام إعدام عليهم. تعليقك على هذا الأمر سيد ياسر عبد الرافع. والله أستاذ أحمد، أنا أحترم وجهة النظر المتوازنة التي يتحدث بها الأستاذ العربي
والأستاذ أحمد عامر ضيفي هو السيد أحمد عامر أستاذ ياسر، وسيد فؤاد التوني الكاتب الصحفي من القاهرة، وأيضا دكتور خليفة خورشيد من هنا من لندن. تمام يا فندم، أنا أحترم هذه الرؤى المتوازنة، ولكن أنا أجد أن الصحفيين أو نقابة أو معظم نقابة الصحفيين في مصر يتعاملون مع قضايا الحريات، مع قضايا الاعتقالات، مع المشاكل الموجودة في مصر، مع كل ما يحدث في مصر، يتعاملون بغير مهنية. لذلك هذه الأزمة جاءت لتكون إنذار لكل الصحفيين قد يفيقوا من التغطية الإعلامية السيئة لكل ما يحدث في مصر. كل الإنجازات الهزيلة التي يقوم بها السيسي تصور في الإعلام وفي الصحافة المصرية على أنها إنجازات تاريخية. الاعتقالات والقتل داخل السجون المصرية حتى لأصدقائهم الصحفيين يسمونها في الصحافة حتى الآن بالإرهاب. نحن لا نريد أن نتحدث عن صحافة حرة في مصر أو صحفيين ينتفضون لكرامتهم ولكلمتهم، هذا ليس موجود بالمرة. وأنا أتحداك وأتحدى أي إنسان، هات لي صحفي الآن في مصر يكتب عن الأزمات السياسية في مصر التي أدخلنا فيها الانقلاب العسكري بصراحة وبصدق. كلهم يداهنون. لكن أستاذ ياسر، يعني أستاذ ياسر عبد الرافع، لماذا وقف الصحفيون على سلم النقابة و طالبوا بعدة مطالب من بينها الاعتذار لرئاسة الجمهورية وإقالة وزير الداخلية، وتضامنوا مع زملائهم المختطفين يعني. وإلى أي شيء وصلت هذه الوقفة؟ ما نتعيك كما قال الأستاذ أحمد عامر، فعلا انتصفت الدولة. انتصفت الدولة لأن الصحفيين المصريين لا يريدون الحرية بقدر ما يريدون المداهنة مع الدولة والمداهنة مع الانقلابي السيسي. احنا بنقول لكل الصحفيين الشرفاء يجب ان يكون لهم وقف، ان كان يتبقى منهم شرفاء. صحفيين اللي بيسكتوا عن قتل اكثر من 15 صحفي من الانقلاب حتى الان، صحفيين اللي بيسكتوا عن اكثر من 50 معتقل من اصدقائهم داخل السجون المصريه في ظروف تعذيب وقهر لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ولا في تاريخ العالم. احنا دورنا ايه في الحريات في العالم كله؟ نحن من الدول المتأخرة في الحريات في العالم. إذا كان هناك انتفاضة فيجب أن تكون انتفاضة للحرية وللكرامة، لا تباع ولا تشترى من ضباط أمن دولة ومن صحفيين يتعاملون مع جهات أمنية ومخابراتية واستطاعوا بالفعل أن يسكتوا صوت الصحفيين كما أسكتوا من قبل صوت المحامين، وكما أسكتوا من بعدها صوت الأطباء، أيضا سكتت أزمة الصحفيين. لماذا؟ لأنهم لا يدافعون بالصدق ولا يدافعون بإخلاص عن كرامتهم. لذلك استطاع السيسي وعسكره يسلطوا عليهم بعض البلطجية ويخرسوا ألسنة الصحفيين. أين هي الانتفاضة؟ وأين هي كرامة الصحفي المصري؟ وأين هي حياة الصحفي المصري؟ يا أخي الطيارين يا أخي عملوا اعتصام 4 مرات، وصل المرتب بتاعهم النهاردة أكثر من 100,000 جنيه كل طيار. صحفي بياخد كام؟ 1,000، 2,000، 3,000، وحياته مهددة بالخطر في كل وقت وفي كل حين، ولا يدافع عن حريته ولا يدافع عن كرامته. لن نشتري أحد من خارج مصر يدافع عن حرية وكرامة الصحفيين، ولا نريد منهم أن يدافعوا عن القضايا المصرية في الوطن، بل نريد منهم أن يدافعوا عن كرامتهم وعن حقهم وعن الحياة، حياة كريمة داخل الشعب المصري. لكن تكون أذل مهنة وأحط مهنة في مصر هي مهنة الصحفي الحر الشريف الكريم، ياخد راتب بسيط، يعامل في أسوأ مستشفيات في مصر، كرامته مهانة، كرامة أولاده مهانة، هذا لا يصح أبدا يا أخي. طيب أستاذ ياسر، يعني أنت حقوق والحرية في العالم. أستاذ ياسر، أنت كنت عضو بمجلس الشعب سابقا، يعني في ظل هذه الأزمات التي تعيشها مصر الآن الاقتصادية والسياسية والحقوقية، أين هو مجلس، أين هو دور مجلس الشعب المجلس الحالي الآن؟ يعني مجلس الشعب الحالي لا يتحدث عن أي شيء يخص الحريات. مجلس الشعب الماضي ومجلس الشورى الماضي الذي قام الانقلاب العسكري بحله كان يطرح قوانين تحافظ على كرامة الصحفي، كان يحدث تغييرات في رؤساء تحرير الصحف المصرية التي تتحدث الآن عن
الكره لجماعه الاخوان المسلمين والكره للتيارات الاسلاميه، اول من دافع واول من غير واول من بحث عن حقوق الصحفيين وجلسنا معهم مرات ومرات كي ناتي بحقوقهم المهضومه، وخرجوا علينا في الاعلان يحاربون حريه الراي، يسفهون ارائنا، يسفهون اراء الدكتور مرسي، يسفهون اراء الوزراء من حوله سواء من الاخوان او من غير الاخوان، حتى استطاعوا ان يساعدوا الانقلاب على اسقاط الدكتور محمد مرسي وحكومته، بل اسقطوا مصر كلهم. وانا هنا في هذه الحلقه ازعم ان الصحفيين وان الاعلام المصري كان الذراع الاولى لتقويه الانقلاب العسكري في مصر، وللوقوف مع المجلس العسكري لذبح التيارات الاسلاميه ولا تيار الاخوان المسلمين. نعم. انظر الى الصحف المصريه كيف تحدثت عن المذابح التي قام بها المجلس العسكري من يوم 4 النهضه الى الان، انظر كيف يتحدثون. بؤر الارهاب، الارهابيين الذين يحملون اسلحه كيماويه ورشاشات ومدافع وهم يعلمون علم اليقين ان هذا ليس له وجود. الصحافه التي نعرفها تقوم على احترام الحريات، احترام المبادئ، واضح، احترام القيم، احترام الصدق الذي لا نعرفه ولم نعرفه في نخابة الصحفيين في مصر. طيب مات الله بالخير. نعم. الدكتور محمد مرسي عندما أصدر قانونا واحدا من أجل صحفي واحد. والآن طيب سيد ياسر عبد الرافع ابقى معي لو سمحت. نعم. ابقى معي سيد ياسر عبد الرافع، سأعود إليك. دكتور خليفة خرشد، برأيك لماذا يستمر النظام المصري في مواجهته مع الصحفيين؟ يعني رأينا أحكام الإعدام، إحالة يعني ملف 4 صحفيين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم، لماذا هذا الإصرار برأيك؟ طيب النظام يتعامل مع ليس الصحفيين وحدهم، يعني إذا إحنا بنتكلم عن الصحفيين الآن كمثال، ولكن ما يحدث للصحفيين يحدث لكل طوائف الشعب وكل فئات الشعب وكل الاتجاهات، يعني يعني يحدث مع الأطباء، يحدث مع المهندسين، يحدث مع المدرسين، ما في استثناءات. ولكن هي بتيجي ظرف حصل فيه إنه الصحفيين قاموا بهذا الاعتصام، فطبعا بدأت هذه المواجهات وبدأ يعني أحكام الإعدام اللي صدرت هذه. هل هي دي أول أحكام إعدام تصدر سواء هو صحفي أو طبيب أو مهندس أو مدرس أيا كان أو أستاذ جامعي، ما في فرق، أو محامي أيا كان سمي يعني. فللأسف ده يعني للأسف ده سلوك عام وشامل على كل فئات الشعب وكل طوائف الشعب، وهذا هو للأسف الدكتاتورية والقمع الذي يمارسه النظام ضد أي واحد ينادي بحريته وبحقوقه. نحن نطالب ببساطة، احنا نحب نرجع الأمور إلى أصولها، نطالب بحقوق لكل مواطن أن يعبر عن رأيه، يعبر عن حريته. ليه الإنسان لما يعبر عن رأيه ليه يحجر على رأيه وليه يعتقل وليه يسجن وليه تصدر عليه أحكام؟ لو إن احنا بنمارس أبسط قواعد الحقوق وقواعد الديمقراطية كما يتحدثون ما كان يحدث كل هذا. وبعدين فين كمان احكام القضاء العادله واعطاء كل هؤلاء الناس حقهم في الدفاع عن انفسهم؟ لو شفت الاستاذ عصام سلطان وهو في المحاكمه الاخيره له وهو يقول للقضاه انه لم يلتقي بالمحامين ولم يسمع ما هو دليل الادانه ضده وما هي قضيته وما هي المحاكمه التي تنصب له، يعني هذا ما يحدث في مصر وهذا واحد المحامين. فما طيب. يحدث للصحفيين يحدث لكل الفئات وطوائف الشعب للاسف الشديد، لغياب العداله وغياب الحقوق الاساسيه لاي مواطن. انظر ماذا يحدث في السجون، اكثر من 50 او 60 الف مسجون يعيشون في ظروف يعني لا تليق حتى بالحيوانات. هؤلاء المسجونين يعيشون في زنزانات ضيقه للغايه، ظروف صعبة جدا، درجة حرارة مرتفعة. نعم. ينامون على البلاط أو على الأرض. طيب شكرا. في الشتاء في غطاء. نعم شكرا جزيلا. دكتور خليفة خرشد الناشط السياسي المصري حدثتنا من لندن. نعود إليك سيد فؤاد التوني من القاهرة، يعني نقاط كثيرة ذكرها سيد ياسر عبد الرافع فيما يتعلق بالصحفيين، حملهم المسؤولية، يعني
فيما يخص احكام الاعدام، اين هو دور نقابه الصحفيين؟ اين هو دور جموع الصحفيين الذين وقفوا وواجهوا وزير الداخليه؟ اين دورهم في هذه القضيه، قضيه الاربعه الصحفيين اللي تم اصدار الاحكام باعدامهم؟ ومسألة الصحفيين اللي تم التي تتحدث عنها، أعتقد أن نقابة الصحفيين دورها هو الدفاع عن الصحفيين وعن حرياتهم وعن كرامتهم، بحكم أنها نقابة مهنية محترفة تدافع عن أعضائها بكل ما أوتيت من قوة. لكن أنا أعتقد أن من حكم عليهم هؤلاء بالإعدام لا أدري أي قضية يعني تنتسب إليهم للحكم عليهم بالإعدام. هي في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر سيتوني. نعم، هذه لا أستطيع، يعني إذا كان هذا حكم قضائي فيسأل في ذلك القضاء، لكن ما أود قوله أن هناك مخاطر يعني موجودة بالفعل في على حدودنا الغربية وعلى الحدود الشرقية. وسؤالي سيتوني يعني عفوا للتوضيح، وسؤالي كان حول دور الصحفيين في الوقوف مع زملاء لهم في مناصرتهم في يعني التنديد بهذه الأحكام. ليس الصحفيون ضد أي أحكام ظالمة في حق الصحفيين. الصحفي هو يعني هو الجندي المجهول الذي يخاطر بحياته في سبيل الوصول إلى الحقيقة وفي سبيل توصيل هذه الحقائق لقطاع كبير من الرأي العام المصري والعربي، وبالتالي يجب أن يحترم ويجب أن تدافع عنه نقابة الصحفيين. أعتقد أن الأزمة ليست في من يدافع عن هؤلاء، ولكن أعتقد أن الأزمة الكبرى في القيادات الصحفية. كان لدينا قيادات صحفية من قبل مثل مكرم محمد أحمد وإبراهيم نافع، كانوا من رجال السلطة ولكن كانوا يتصدون للسلطة حين تجير على الصحفيين أو حين تريد أن تقمع حرية الصحافة. رأينا في عهد الأنظمة السابقة مثل نظام مبارك كيف وقف إبراهيم نافع ضد قضايا الحبس الصحفيين وتراجع مبارك عن هذا القرار. وبالتالي القيادة الصحفية في نقابة الصحفيين أو نقيب الصحفيين ينبغي أن يكون قادر على المؤامات السياسية وقادر على اللعب بشكل جيد دفاعا أولا عن كرامة الصحفيين وعن النقابة الصحفيين. وبالتالي هذا الدور غير موجود الآن. حين سئل نقيب الصحفيين يحيى قلاش عن احتواء هذه الأزمة، قال لأحد الوسطاء في هذه الأزمة أنه لا يستطيع أن يحل المسألة بشكل مبسط لأن الصحفيين سائرون وبالتالي لا يستطيع أن يفعل شيئا. وهذا هو الذي أدى إلى تفاقم المشكلات داخل المؤسسات الصحفية. وبالتالي أعتقد أن جزء هام غائب عن هؤلاء القيادات. يعني حتى الانتهاكات الصحفية سيد توني بحق الصحفيين بلغت مستوى يعني غير مسبوق في عهد عبد الفتاح السيسي. مراسلين بلا حدود صنفت مصر في المركز 158. يعني لابد أن تؤخذ بشكل معين بعين الاعتبار. لابد أن تسارع النقابات المهنية نقابة الصحفيين بإبداء الرأي في هذه المسألة وبمخاطبة الجهات القضائية لتوضيح هذا الأمر. لا يمكن أن نصمت على هذه الأمور. وإذا اتضحت الحقيقة وكانت هناك أسس لهذه الأحكام فهذا يرجع للقضاء. طيب أما شكرا. إذا كانت هذه الأحكام ظالمة فلابد من إعادة البحث فيها مجددا والوقوف بجانب هؤلاء. شكرا جزيلا فؤاد التوني الكاتب الصحفي حدثنا من القاهرة. أعود إليك دكتور أحمد عامر. في ملف آخر فيما يتعلق بالحرائق التي شهدتها أحياء القاهرة، يعني عدة حرائق متتالية لم يتم إلى الآن البت في أسبابها الحقيقية الجنائية، هل هي بفعل فاعل، هل هي يعني مرتبة بطريقة أو بأخرى. البعض ربطها بتصريحات حول الحديث عن العشوائيات وضرورة إزالتها، ماذا تقول في هذا الأمر؟ كنت أتمنى أجيب على أو أعلق على ما تفضل به ضيفك من ما ذكره ضيفك من القاهرة التوني، ولكن الوقت ضيق أريد أقف عند الحرائق. عند الحرائق وإلا حرائق الصحفيين والذراع الإنقلابي الذي ساعد الإنقلاب من الوهلة الأولى لإعدام المصريين وقتل المصريين وإراقة دم الشعب المصري بل وحرق المتظاهرين أحياء وأمواتا
كثير من هؤلاء الصحفيين وقبضوا مبالغ بالملايين هم وقنواتهم حتى يذبح الشعب المصري. حرائق مصر جزء من حرائق الذي حرق المصريين في ربعة والنهضة، وهذه وهؤلاء الإعلاميين والصحفيين صفقوا له الآن يحرق تاريخ مصر. القضية الآن عندما ننظر بدقة ما الذي حرق؟ الذي حرق العتبة، الذي حرق الغورية، الذي حرق أماكن حساسة جدا من التاريخ المصري. عندنا نحن هنا في بريطانيا وفي أوروبا نسميها listed building، هذه المباني التاريخية التي لا يمكن أن تلمس لأن هذا تاريخ. هذا المسجد، مسجد السلطان الغوري في الغورية، هذه الكنيسة، هذا المتحف، هذه المناطق الأثرية التي نحن ولدنا، نحن وآبائنا وأجدادنا والناس يتحدثون عن تاريخ مصر. هذا التاريخ لهذه الدول التي حكمت هذه المنطقة. هنا كانت تحكمها دولة معينة، كانت تحكم هذه الدولة الإخشيدية هنا، وهذا كان مركز الدولة الفاطمية عندما كانت تحكم، هذا كان مبنى فلان حاكم مصر وما إلى ذلك. من الذي يريد أن يدمر التاريخ المصري والأثار المصرية؟ أنا أقول لا توجد إلا مصلحة واحدة، مصلحة هذا الانقلابي عبد الفتاح السيسي وعصابته. إسرائيل تريد أن تلغي التاريخ المصري وتحرق التاريخ المصري كما حرقوا أثناء أحداث محمد محمود قبل ذلك وثائق هامة جدا، والآن أيضا مع حريق محافظة القاهرة حرق وثائق هامة جدا تتعلق بالتاريخ المصري. أنا أقول إن الرويعي، إن الرفاعي، إن الغورية، إن العتبة، إن هذه المناطق الحساسة لا يقال عنها عشوائية ولا تمت للعشوائيات بصلة. هو لم يذهب للعشوائيات، وحتى لو ذهب للعشوائيات لن يفعل فيها ذلك. المناطق العشوائية نعرفها جيد جدا، يذهب للأماكن اللي فيها مقابر والناس تعيش في المقابر والأماكن العشوائيات الجديدة. أما هذه المناطق ليست عشوائية قامت أمس أو قبل أمس أو قبل 50 سنة أو قبل 100 سنة. هذه مناطق الرويعي والرفاعي والغورية والعتبة، هذه مناطق أقيمت من مئات السنين، من مئات السنين فيها تاريخ مصر، فيها أشياء آثار عظيمة جدا بيأتي السياح من حول العالم ليرونها. من الذي يريد أن يحرق هذا وباع لبعض الدول الشقيقة الجارة بعض هذه الأماكن ويريد أن يستلمونها خاوية، يعني ويريد الكيان الصهيوني أن يستلمها خاوية؟ أنت ربطت بينها وبين يعني كتاريخ، لكن محافظ القاهرة كان تحدث عن مخطط لنقل 21 منطقة تجارية يقطنها مواطنون إلى خارج المنطقة بسبب عدم توفرها على وسائل أمن والسلام. هذا غير موجود، غير موجود في كل بلاد العالم. نحن نعيش في أوروبا، هذا غير موجود في أوروبا. أنا ذهبت إلى شوارع تونس العتيقة، ذهبت إلى شوارع المغرب العتيقة، ذهبت قبل ذلك سوريا وشوارعها العتيقة. أنا أقول هذا في أوروبا، في آسيا، في إفريقيا، في الدول العربية. ما يمكن إنسان عاقل يقول هذا الكلام، هذا لا يقوله إلا إنسان عميل يريد أن يدمر تاريخ بلده. أما مصر القديمة لابد نحتفظ بها كما هي، نطورها، نهتم بها، نهتم بأهلها، نهتم بهذه المساجد والكنائس والدور القديمة التي كانت تحكم مصر منها، من مستشفيات ومن منتديات وما إلى ذلك. هذه ليست عشوائيات، لا تمثل العشوائيات بصلة. هذه مصر القديمة التي منذ مئات السنين ولد الآباء والأجداد فيها ويعرفونها جيدا، شبرا شبرا وحجرا حجرا، يريد يدمروها لصالح الكيان الصهيوني. طيب، تدمير تاريخ مصر. وضحت الصورة. أستاذ ياسر عبد الرافع، يعني أختم معك بهذا السؤال، هل تتفق مع ما ذكره ضيفي هنا دكتور أحمد عامر فيما يتعلق بهذه الحرائق في المناطق التاريخية بالتحديد؟ تمام يا فندم. أولا إبراهيم نافع وسمير رجب بس قبل ما نقفل الموضوع، هم دمروا الصحافة في مصر. ننتقل إلى الحرائق. نعم، باختصار يعني هذا ما يحزن، ما يحزن كل مصري في جميع أنحاء العالم، لا يتوفر للإنسان المصري الكرامة للعيش في أمان. ومن التصريحات المخزية اللواء محمد عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بيقول إن العام الماضي شهد نشوب 38 ألف حريق في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، وهذا الكم الهائل من الحرائق يعتبر غير مخيف. يعني تخيل الاستخفاف بالمواطنين، أرزاق الناس، أرواح الناس، حياة الناس ليس لها قيمة. هو كان عنده 38 ألف حريق السنة اللي فاتت،
الأعداد المتتابعة من حرائق وسط البلد، حرائق جامعة القاهرة، جامعة قنا، مستشفى القصر العيني، دي مش شغلها. فعلى الشعب المصري إن هو لا يكون في حالة رعب. هؤلاء يستخفون بالوطن، هؤلاء غزاة وضحت الصورة بالوطن. شكرا جزيلا سيد ياسر عبد الرافع العضو السابق بمجلس الشعب المصري، واعتذر عن ضيق الوقت. كما اشكر ضيفي عبر سكايب دكتور خليفه خورشيد الناشط السياسي المصري. شكرا جزيلا دكتور احمد عامر على هذه المشاركه. اعزائي المشاهدين شكرا على حسن متابعتكم، نلقاكم في حلقه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.